حسين الطفل الأمور الجميل ده النهاردة عيد ميلاده، والنهاردة احنا بنحتفل بهدية خاصة جدا لحسين قدمتها له والدته، وربنا أكرمنا وأنعم علينا بيها. ايه بقى هدية عيد ميلاد حسين؟ ان احنا شلنا سنة، هو دلوقتي بقى عمره تم سنة، وهو كان مركب صمام وهو صغير، حصلت مشاكل كبيرة من الصمام واحتاجنا نعمل جراحتين، وفي الآخر والدته قررت إنها نعمل له جراحة جديدة اللي هي الكي بتاع الحنفية بتاع المنظار. والنهاردة احنا بقالنا شهرين بعد الجراحة، والحمد لله أصبح طفل طبيعي بدون صمام أساسا. وإحنا كده النهاردة بنحتفل مع حسين بعيد ميلاده، ونتمنى له إن شاء الله عمر مديد وصحة جميلة. ودي بقى كانت أغرب هدية في عيد ميلاد من الأم لابنها حسين. تمام، النهارده احنا معانا بقى الطفل الأمور ده اسمه الحسين. ارفع راسك يا حسين عشان نشوفه. أمور ولا مش أمور؟ أه يا حاجة؟ أمور طبعاً. أمور؟ ماشي. أمور. ماشي. حسين بقى ده يعني أمور جدا، كنا مركبينه صمام وهو عنده 5 شهور، وبعدين عند سن سنة الصمام اتسد. فاحنا بقى عشان كنا نخش في الموال بتاع الصمام وكده، فاحنا عرضنا على الحاجة إن احنا هنعمل لها العملية الجديدة بتاعة المنظار هي الحنفية، والحمد لله احنا بقالنا دلوقتي كام؟ بقالنا شهرين؟ اه شهرين. والحمد لله تحركاته طبيعية والأكل اه طبيعي. الحمد لله والراس كمان بقت كويسة وواطية، يعني الحمد لله الجراحة الحمد لله نجحت. زي ما احنا عارفين لو مر 3 شهور يبقى كده خلاص هو كده مش محتاج بقى صمام بعد كده بقيت حياته. لو مر 3 شهور من اليوم كده؟ شهر كمان. شهر كمان؟ شهر كمان. الحمد لله. طيب مبسوطة بقى إن احنا ارتحنا من الصمام؟ أكيد يا دكتور. كان مخوفك، كان مخوفك الصمام ده؟ اه كان مخوفني فعلا، بس بعد العمليه الثانيه الحمد لله في تحسن كتير ظهر على الحسين. الحمد لله الحمد لله، هي الجراحه تمت على خير، وعملنا جرح صغير عملنا بيه العمليه كلها، والحمد لله الضغط وطي، واحنا قسنا بعد العمليه كان واطي، والحمد لله دلوقتي حسين بقى كويس جدا. الحمد لله. مبروك يا مبروك يا ام حسين. الله يبارك فيك يا دكتور وجزاك الله كل خير. العفو ستي. يبقى احنا برضو كنا عايزين نطمن بقى، وحسين طبعا قبل لما نعمل الموضوع المنظار كان تعب. كان ايه بقى؟ كان بطل يمشي مثلا، بطل يقعد وبطل كده؟ لا قبل المنظار الاخير. قبل المنظار الاخير ما كانش فيه، ما كانش يقعد يقدر ابدا لحاله، ما يمسكش حاجه بايده، ما يتقلبش يمين، ما يتقلبش على بطنه كان الواحد. بيرجع كتير؟ لا ما كانش بيرجع. طيب كان صاحي وفارق وفايق ولا كان نايمان على نفسه؟ لا كان هادي كده تحسه نايمان مش فايق زي الاول. كانش بيطلع له صوت، كان صوته لا أخير. لكن ما شاء الله دلوقتي رجع. طب دلوقتي الحمد لله بدأ يقعد؟ اه بيقعد لوحده، يتقلب يمين يتقلب شمال. وبيقدر يقف برضه؟ لا اه انا وقفه في رجلي يقف، بس هو دلوقتي بدأ بالتسنين النبان، عشان كده قال الدكتور اطفال ماشي انتزرع المشي شويه. طب الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. والنهارده بقى كمان دي مفاجأة خاصة، النهارده عيد ميلاده، فاحنا كلنا هنحتفل بحسين، نقول له كل سنه وانت طيب يا حسين. انت طيب وربنا ان شاء الله يكمل شفاك على خير. الله يخليك يا دكتور ويبارك فيك يا رب. طيب.